مواصلة عملية الإنماء عنوان بدأت من خلاله عاصمة الجنوب صيدا يومها الانتخابي وسط أجواء ديمقراطية هادئة واستقرار أمني أشرفت عليه القوى الأمنية والعسكرية. ثلاث لوائح تنافست، الأولى لائحة إنماء صيدا برئاسة رئيس البلدية الحالي محمد السعودي والمدعومة من تيار المستقبل والجماعة الإسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري، أما اللائحة الثانية فهي لائحة صوت الناس برئاسة بلال شعبان والمدعومة من رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، ولائحة ثالثة غير مكتملة برئاسة علي الشيخ عمار. المدينة عم تنتخب لإنماء، عم تنتخب لمستقبلها، عم تنتخب لتطورها. هيدي عملية ديمقراطية، وبالنهاية بس تخلص الانتخابات كلنا سوا بدنا نرجع نضم ايدينا بايدين بعض لننهض بمدينتنا. ما في حدا لحاله بيقدر يكمل الطريق. هذا اليوم هو عرس للديمقراطية وللمنافسة الرياضية، وبدي انتهز هذه المناسبة ايضا لأقول إنه بدي شد على إيد كل واحد اتقدم من أجل أن يشارك في هذه الانتخابات كمنتخب، وهذا بيعبر عن هذه الحيوية في هذه المدينة. نحن عنا لائحة داعمينا بكل وضوح، لائحة من فريق عمل نجح قبل وحقق إنجازات بصيدا برئاسة رئيس البلدية السيد محمد السعودي، وفريق عمل عمل إنجازات كبرى بمدينة صيدا. هيدا أمر نحن بنفتخر فيه، هيدا أمر نحن بنحب هيدا يكمل. إنماء صيدا عشانه ما كان بشعارات، إنماء صيدا كان بالفعل، إنماء صيدا كان بإزالة جبل الزبالة. هلا كلهم عم بيحكوا إنه إيه جبل الزبالة وجبل الزبالة، إيه طبعا البلد كله بكي 8 أشهر بسبب موضوع النفايات، إلا مدينة صيدا كانت عم تضحك بهذا الموضوع وكانت مرتاحة عشانه في فريق عمل مع نواب المدينة أنجز هيدا الموضوع. منافسة رياضية، واللي بينجح إن شاء الله منهني، وإذا نجحنا نحن كمان لازم يهنونا. الجماعة الإسلامية أعلنت أنها ضمن لائحة إنماء صيدا، وهي جزء أساسي فيها، وهي داعمة لهذه اللائحة بكافة المرشحين في لائحة إنماء صيدا. آخر همنا التوافق، نحن ما سعينا له ولا حنسعى له، نحن في نهجين مختلفين متناقضين. وسط هذه الأجواء تنتظر صيدا نتائج الانتخابات من أجل استكمال مسيرة الإنجازات الإنمائية في المدينة.